وصحة حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، الحديث ثابت صحيح. ولكن ما المعنى؟ قلنا إذا خيرنا شخصا بين أن تصلي العشاء فردا وتقوم أو تقوم نصف بين أن تصلي العشاء فردا وتقوم نصف الليل أو تصلي العشاء في جماعة ولا تقوم نصف الليل، صلاة العشاء في جماعة ثوابها أيضا كمن قام نصف الليل. حس الحديث في مسلم.